أهلا بكم. لماذا اتسمت حكومات ما بعد الاحتلال في العراق منذ عام 2003 بقمع الناشطين والمنتقدين لسياساتها؟ ولماذا ازدادت حدة البطش والتنكيل بالمنتقدين وأصحاب الكلمة الحرة بأذرع الميليشيات الولائية خلال هذه المرحلة، خاصة بعد رضوخ إيران وأذرعها التوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية؟ فهل تفرغت حالياً الميليشيات لترهيب الناشطين والمعارضين لنظام المحاصصة الطائفية في حملة منسقة ضد حرية التعبير وفقاً لما جاء في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الذي أكد في تقريره الأخير أن الميليشيات تسيطر على السوداني وحكومته، فيما حل العراق بالمرتبة التاسعة في مؤشر الحرية الذي تصدره منظمة فريدوم هاوس المعنية بالشؤون السياسية وقضايا الديمقراطية والحرية المدنية لعام 2024. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء على هذه القضية في هذه الحلقة، وأرحب بضيوفي الكرام الدكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك دكتور يحيى. أهلا ومرحبا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حياك الله دكتور. وأرحب بالدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا عزيزي. أهلا بك دكتور. وستنضم إلينا لاحقا السيدة آلاء عبد اللطيف المصطاف عضوة اللجنة المنظمة لثورة تشرين. مشاهدينا الكرام، في البداية نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. قمع الناشطين والمنتقدين لسياسات الحكومات المتعاقبة في العراق وملاحقتهم واعتقالهم أو قتلهم بشكل ممنهج بات سمة البارزة لنظام المحاصصة الطائفية في بغداد. فبعد رضوخ إيران وأذرعها الميليشياوية بالتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية، أصبح الطريق معبدة أمام ميليشيا الحشد لتصول وتجول وتقتل وتعتقل من تشاء من الناشطين العزل الذين لا يملكون سوى الكلمة الحرة. الميليشيات الولائية تفرغت حاليا لترهيب النشطاء والمعارضين لنظام المحاصصة الطائفية في حملة منسقة ضد حرية التعبير وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، والذي أكد أن الميليشيات تسيطر على السودان وحكومته وتسعى للتخلص من كل الانتقادات العلنية للانتهاكات التي يرتكبها أفرادها وأجهزة الدولة التي تديرها. فالقمع بلغ ذروته في الأسابيع الماضية مع ارتفاع حالة السخط الشعبي على فشل حكومة السودان في إنجاز وعودها. في محل العراق بالمرتبة التاسعة في مؤشر الحرية الذي تصدره منظمة فريدوم هاوس المعنية بالشؤون السياسية وقضايا الديمقراطية والحرية المدنية لعام 2024، بينما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية السلطات الحكومية في العراق باستخدام قوانين مبهمة الصياغة للحد من حرية التعبير والسماح بتوجيه تهم جنائية ضد الآراء التي تتعارض معها. ووصف تحالف الدفاع عن حرية التعبير قرار مجلس النواب برفع دعاوى على أي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية بأنه قرار في غاية الخطورة ويرسخ الدكتاتورية. الإجراءات والقوانين الحكومية التي تنفذها الميليشيات تشير إلى وجود محاولات ممنهجة لتقويض حرية التعبير عن الرأي، ويؤسس لمفهوم الدكتاتورية بثوب الديمقراطية الجديدة التي جاء بها الاحتلال. أبدأ معك دكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. كيف تنظر إلى قمع النشطاء والأصوات الناقدة والناقمة لسياسات الحكومة، حكومة السوداني، وهي طبعا هذه الممارسات لم تكن جديدة، فمنذ عام 2003 الحكومات المتعاقبة ترى أن كل من ينتقدها من المفترض أن يقمع ويعاقب ويبطش به بأذرع الميليشيات يعني. وأخيرا هناك قانون قد سن
من أجل ترسيخ تقييد حرية التعبير. لماذا في هذه المرحلة؟ يعني كما هو معلوم أن هناك لهجة صارمة أمريكية ضد الميليشيات، فاتجهت بعدها الميليشيات لتقمع وتبطش بالمنتقدين للحكومة ولمماراساتها. أحييك مرة أخرى وأحيي ضيوفك الكرام. حقيقة ما يجري في العراق منذ عام 2003 هو حالة إدارة للفوضى، فرأينا كيف أن هذه الميليشيات وهذه القوى التي تتحكم بها كانت تتحرك باستهدافات طائفية لمكونات معينة واستهدافات دينية، ولكن لا نخوض في هذا، ولكن وصلنا الآن إلى أنهم يسنون قانون لمعاقبة من يبدي رأيه فيما يجري من أمور في البلاد، وهذه الحقيقة نتيجة عن فشل كبير لهذه الأحزاب ولهذه الحكومات فيما تقدمه للناس من خدمات أو برامج أو محاولة بناء دولة وبناء وطن وبناء حياة رغيدة، بناء كرامة للناس، محاولة لاستقلال العراق سواء سياسيا أو اقتصاديا. لذلك هم ذهبوا جراء هذا الفشل لقمع كل الأصوات الحرة التي تنادي ببناء وطن، التي تنادي أيضا بحياة أفضل للعراقيين بشكل عام، فسنوا هذه القوانين الجائرة تحت رعاية الاحتلال بكل أنواعه، سواء كان هذا الاحتلال الأمريكي الذي يبعث برسائله الكاذبة إلى دول العالم في يوم من الأيام بأنكم قد قمعتم التظاهرة في المنطقة الفلانية وأنكم قد عاقبتم فلان وأن روسيا قد اعتقلت هذا وأن أوكرانيا قد فعلت، كل ذلك أصبح قد أو ما يجري في العراق ترى أمريكا قد أعمت عيونها عن ذلك وأغضت بصرها عن كل هذه الجرائم التي تلاحق الوطنيين وتلاحق أولئك الأقلام الحرة التي تسعى لبناء وطن. لذلك هذا العمل التي الآن يجري عليه بسن هذا القانون هو نتيجة هذا الفشل الكبير التي تقوم به حكومة السودان ومن قبلها كل الحكومات المتعاقبة التي بناها الاحتلال الأمريكي برؤية دولية على أسس دينية وطائفية بحتة بعيدا عن أي منهج وطني لبناء العراق. نعم. لذلك نعم تتم ملاحقة هذه الأصوات وقمعها وسجنها واغتيالها لأنهم غير قادرين على تبرير ما يقومون به وغير قادرين على تقديم أي شيء للمجتمع. أما في الدول الحرة والدول التي تعمل من أجل بناء وطنها فكل ما يصدر من حالة انتقاد يدرس وتجري عملية معالجة للقضية التي يطرحها المنتقد أو تطرحها الصحيفة أو تطرحها القناة التلفزيونية أو يطرحها الصحفي أو الناشط بمقالة. أما هؤلاء فيعتبرون كل ذلك هو تنكيل بهم لأنهم فاشلين ولأنهم يشعرون بالنقص في أنفسهم، هم مجموعة جواسيس وخونة جاء بهم الاحتلال إلى هذا المكان ولبسهم ثوب الحكومة وثوب الطائفية. أما هؤلاء هم عصابات للسرقة، عصابات لتقاسم الأموال العامة، عصابات لسرقة مباني الدولة، عصابات لسرقة أرض الدولة، عصابات لسرقة كل المال العام. لذلك تراه أول ما يسرق يذهب من أجل أن يسد النقص في نفسه، فتراه يبني له قصرا أو يركب سيارة مميزة ليقال بأن هذا الصايع الذي كان قد خرج من بلاليع الخونة والاحتلال قد وصل إلى ما وصل إليه، ولا يدري بأنه محتقر
لذلك أحد الوزراء قال أنا الآن لست ذلك الرجل الذي يحظى بالتقدير، ولكن عندما كنت طالبا كنت أحظى بتقدير أكبر، وهو الآن وزير. لذلك هؤلاء جميعهم يشعرون يا أخي بالنقص، يشعرون بالنقص في أنفسهم، غير قادرين، هم أدوات، أدوات للاحتلال، أدوات لأجندات خارجية، عبيد لتنفيذ مشاريع خارجية على حساب لقمة عيش المواطنين، على حساب بناء الوطن، على حساب بناء المحافظات. تراه يفتخر بأنه قد بلط شارع، وهذا الشارع عندما تذهب إليه قد قامت به منظمة دولية ببنائه، أما خزينة المحافظة قد قام بسرقتها. أنا على اطلاع بأن السفارة الألمانية قد رممت جسرا في الموصل، وذهب قبل سنوات، وذهب أحد المحافظين لافتتاحه واستهزأوا به، قالوا هذا لو كان هو مسوي الجسر كان هو افتتحه، لكن احنا سوينا، هو يجي يقول هذا الجسر من، وكتبت عنه الصحافة الألمانية في وقتها. هؤلاء، هذه النماذج لا يمكن أن تفهم معنى الانتقاد، ولا يمكن أن تفهم معنى الإصلاح للواقع العراقي، ولا يمكن أن تنشئ وطن، ولا أن تقيم مؤسسة، ولا أن تقيم دولة. لذلك ركنوا إلى الميليشيات وقووها أكثر من تقوية الأجهزة النظامية من أجل قمع كل الأصوات الحرة التي تطالب ببناء العراق في أن يأخذ دوره الحقيقي، سواء بين الأمم أو بين الدول المجاورة. دكتور يحيى، أبقى معي لو سمحت. دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. يعني بعد رضوخ إيران وأذرعها بالتوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية، هل هذه إهانة للميليشيات بحيث أنه تتحول إلى قمع المعارضين والناشطين؟ يعني عندما يعني بالعراق عندما تكفخ من أمريكا تلجأ إلى مهاجمة المواطنين الذين ينتقدون أداء الحكومة وممارسات الميليشيات الذين لم يبنوا وطن ولم يبنوا مواطن ولم يهتموا بمواطن. يعني هل هذه هي الديمقراطية الأمريكية التي جاءت بالميليشيات لتطبيقها في العراق؟ شكرا جزيلا في البداية دكتور سمير على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك ولجمهور المتابعين وللضيفك الكريمين. الحقيقة يعني كما يقال، ما بني على باطل فهو باطل. يعني كل ما جاءت به أمريكا وباتفاق في تخادم بالمصالح مع إيران هو باطل، لأنه كل ما جرى منذ العام 2002، نهاية 2002، مؤتمر لندن وإعداد الخطة ل يعني إسقاط النظام السابق وتدمير العراق الحقيقة بطريقة ممنهجة، كان متفق عليها انه تاتي بهذه الطومه الفاسده التي جمعتها من يعني شتات شوارع الارض، دون يعني ان تاخذ بالحسبان مستقبل العراق بطريقه صحيحه، وان تستثمر امكانيات الطاقات البشريه، يعني من الكفاءات المعروف عنها العراق، ليس من الان وانما من عقود من الزمن. العراق كان يعمر بلدان يعني، وفعلا يعني يبني دول الخليج بدون ما نروح للتاريخ القديم. الحقيقة يعني بناء الكادر والكفاءة العراقية، ناهيك عن أنه أيضا التعليم والتربية والتعليم الجامعي والمهندسين والأطباء، يعني في مختلف الاختصاصات. لذلك استبعدوا كل هذه الكفاءات العراقية وأتوا ب يعني شذاذ الآفاق مثل ما يقال، يعني والباحثين عن فرصة صعود على حساب مصالح الشعب والوطن. هذه الحقيقة ليست ديمقراطية بالتأكيد، يعني إذا شئنا هم من سماها، يعني جورج الإبن هذا المجرم سماها الفوضى الخلاقة، هو رامسفيلد وكل من خطط ونفذ جريمة تدمير العراق. طيب، يعني طيب دكتور، فقط في اسمح لي فقط في هذه النقطة، يعني مثلا يعني ما هو موقف ودور رئيس الوزراء ورئيس الحكومة يعني في ما يتعلق بقمع المواطنين وقمع الكلمة الحرة؟ من المفترض أن يكون هذا النظام المحاصصي الذي جاء من أجل بناء العراق وازدهار المواطن العراقي ورفع دخل المواطن العراقي، من المفترض
أن يكون رئيس الوزراء هو يعني إلى جانب الكلمة الحرة، على اعتبار أنه نظام أمريكي أو جاءت به أمريكا من أجل تحقيق الديمقراطية المفقودة في العراق، تمام؟ عندما يتحدث أو في تغريدة لمحمد الشيع السوداني في عام بتاريخ 20 آذار 2021 يتحدث عن موضوع الاستهتار باستخدام السلطة في قمع المواطنين، يقول في تغريدة: أتفق معك أخي أننا أمام استهتار وحالة من التمادي والتعسف في استخدام السلطة. نحن من جانبنا نعمل مع الخيرين للوقوف بوجه هذه التصرفات التي تؤسس للديكتاتورية، ونعمل بكل الوسائل بما فيها إعلان المواقف والآراء عبر وسائل التواصل والتي تمثل اليوم أسلوبا مؤثرا على أصحاب القرار. هذه تغريدة لمحمد الشيع السوداني قبل أن يصل إلى سدة رئاسة الوزراء، نتحدث في تاريخ 2021. يعني لماذا عندما يكون مسؤولا مؤثرا في مركز قرار تجده إما غائب أو تجده يغض الطرف أو تجده معه، ولكن عندما يبعد عن هذا المنصب أو حتى قبل أن يتسلم هذا المنصب تجده ملاكا وديعا ويتحدث عن الحرية ويتحدث عن الإنسانية وليس كمثله إنسان؟ دكتور سمير، السلطة ومغرياتها كبيرة جدا، وضغوط اللي موجهة على من يقود السلطة أيضا كبيرة جدا، وهذا الحقيقة وضع لا يمكن أن يخرج منه بنجاح إلا من يعتمد فعلا المبدأ الإنساني الوطني المهني بشكل صحيح. يعني هناك رسوخ بالأقدام على السكة الصحيحة. السوداني أنا منذ الأيام الأولى لتكليفة أقولها بصراحة لم أتنبأ، لم يعني مثل ما يقال أتوقع له أن ينجح إن لم يكن هناك فشل كبير. والفشل الحقيقة يعني ظهر منذ الأيام الأولى عندما عرض برنامج الحكومي على مجلس النواب، ما يسمى البرلمان العراقي. يعني أنا لم أستبعد أنه هذه كلها كلمات إنشائية تقال للتغطية على فشل مسبق لهذه الحكومة اللي يعتبرها حكومة خدمية، لكنه هي في الأخير منذ المقترحات، وايضا انا هذا كلام مسجل عندي ويمكن على خدمية، يا ريت له حكومه خدميه، انه حكومه خدميه، لكن ظهرت انه حكومه ميليشيات بامتياز، ومن اتت بهم الميليشيات، لذلك هو لا يمتلك الحقيقه زمام الامور، وهو عبد المأمور مثل ما يقال، يعني راضخ لإرادة الميليشيات. وقيس الخزعلي قالها، يعني هذا زعيم العصائب قالها عن السوداني، قال هو مجرد مدير عام نأمره ونرسم له ما يعني. هل يخاف منهم مثل ما كان، هل يخاف من التهديدات التي كانت الميليشيات تهدد به الكاظمي بقطع الأذن؟ يعني هل يخاف منهم بصراحة بشكل مباشر؟ هو جائز لا يخاف، لأنه لا تصل الأمور إلى هذا الحد مع السوداني باعتبار هو معاهم، يعني هو من الكتلة، تعرف هو يعني هو من حزب الدعوة تنظيم العراق، فهو على صلة وطيدة بهم، فلا يجرؤ أن تصل الأمور إلى هذا المنزلق الخطير بالتهديد، لكنه يحذروه يعني الكاظمي، لأنه خارج عن هذه الطغمة الفاسدة باعتبار أنه جاءوا به خارج البيت الشيعي إن صح التعبير. هذا الكلام الحقيقة السوداني لا يجرؤ على اتخاذ موقف أو يعني السير بخطوة واحدة إلى الأمام دون أن يلتفت إلى أولاً إيران، اثنين الميليشيات، ثلاثة أمريكا وحلف الناتو. طيب، هاي المعادلة صعبة جداً، يعني مسك العصا من الوسط في كل هذه المعادلة المعقدة، معادلة السلطة والحكم في العراق، الحقيقة لا تتماشى مع لا شخصية السوداني ولا قدراته
ولا حتى يعني علاقاته بهذه الأطراف اللي ذكرناها. فلذلك هو مجرد من صلاحيات رئيس الوزراء. وأنا أجيب لك مثال مضحك اليوم في كلمات أنا كتبتها في إحدى المجاميع: يعتبرون الطرق والجسور والمجسرات هذه الحقيقة، لما يخرج الآن يعني يعمل استعراضات ويسجلونه ويصوروه يعتبروها إنجاز، في حين هو هذا العمل كله يعني عامل في البلدية، مع احترامي طبعا لعمال البلديات في كل بقاع الدنيا، أنه هذا عمل مهمة عامل البلدية، مهمة مهندس، مهمة مساعد مهندس، مهمة مقاول، مهندس مقيم، مو رئيس وزراء. يعني هذا الكلام الحقيقة مضحك مبكي، أنه رئيس الوزراء يطلع ويتابع عمل والله شنو تبليط شارع، وبالأخير الشارع بعد يوم الثلاثة يعني وحتى يخرب تبليط الشارع التبليط يشوبه الأخوات ملفات بعد. فساد، حتى تبليط الشارع تشوبه تمام، ملفات فساد. هذا الكلام الحقيقة لا ينطلي على الشعب العراقي الآن يعرف حق المعرفة، أنه هذه الطغمة الفاسدة التي جيء بها من قبل أمريكا وإيران لا تمثل مصالح الشعب العراقي على الإطلاق، ولا توجد لا ديمقراطية ولا انتخابات، إلا هي عبارة عن مسرحية مفبركة لتمشية الأمور لتدمير ممنهج مستمر للعراق، تهميشه عن قضايا العربية والإسلامية وقضية شعبه في الداخل. هذه هي جوهر الموضوع. لذلك الحقيقة شفنا بعد 21 عام يعني استنفذت كثير من الموارد اللي هي تقريبا تريليون و400 مليار دولار، يعني حسب الإحصائيات لم تفعل شيئا أزاء إعادة الإعمار وتنشيط البنى التحتية والزراعة والصناعة اللي كان العراق معروف عنه بالسبعينات وقبلها، من أنه فعلا دولة في المنطقة تعتبر دولة متقدمة قياسا للدول النامية الأخرى. نعم، نعم معي دكتور حامد، لو سمحت سوف أعود إليك. دكتور يحيى السنبل، السوداني قبل تسلمه الحكومة كان ينتقد قمع السلطة للناشطين، للصحفيين، للمنتقدين لأداء الحكومة، ولكن بعد أن تسلم السلطة أمر باعتقال الناشطين، ثم يعني أخرج البعض منهم لكي يلعب دور المتسامح مثلما يصف مراقبون. ولكن الأخطر هنا لنتحدث عن موضوع استخدام القانون. يعني كنا نتحدث في حلقات سابقة ومواقف سابقة عن تسييس القانون لخدمة مصالح أحزاب ولخدمة مشاريع يعني تشوبها ملفات فساد وبمليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي، ولكن للحفاظ على هذه الغنائم، كما تعلم دكتور يحيى أن يعني أموال العراقيين تعتبر غنيمة، إدارة العراق أو إدارة الفوضى كما وصفتها حضرتك هي تعتبر أداة من أجل ديمومة بقاء هذه الغنيمة. هذا ليس كلامي طبعا، كلام كثير من التقارير الاقتصادية والتقارير السياسية التي وكلام أيضا يعني ناطقين باسم الحكومة أو مسؤولين حكوميين، ومنهم من تحدث أمام شاشات التلفاز وقال كلنا نتقاسم الكعكة علنا. ما مدى خطورة أن يستخدم القانون لتأسيس ديكتاتورية، وربما ستسلم وزارات أو تسلم هيئات أو تسلم مؤسسات كالمخابرات إلى الأحزاب الموالية لإيران؟ حقيقة هذول جميعهم عندما يكون خارج السلطة يتحدث بالمثاليات وبأنه الرجل الذي يحاول أن يصلح الأمور ويسمع إلى المنتقدين، ولكن عندما يكون في السلطة يلبس ثوبا آخر ويتحول إلى وحش، لأن هذه الانتقادات لربما تمسه شخصيا وتمس حزبه وتمس حكومته وتمس الميليشيات التي جاءت به، لذلك يحاول أن يظهر بهذا المظهر ويسيس القانون لصالحه، والعراق كل ما فيه هو مسيس لصالح هذه الميليشيات ولصالح هذه الأحزاب التي تسمى أحزاب، هي مجموعة من العصابات التي كانت ترتع في مستنقعات الخيانة في إيران وفي دول أخرى،
وجاءت بها أمريكا لتسلمها مقدرات العراق، ومن أجل أيضا أن يعمل على خدمة المشاريع الأجنبية التي جاءت به إلى هذا المكان. لذلك هم يسيسون كل شيء، وبناء دكتاتورية وفق الفصال الذي فصلته أمريكا على مقاس هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. فأنت تسأل مثلا الأمم المتحدة، تقول لك بأن هناك نظام ديمقراطي، وهي تعلم بأن الانتخابات لم يشارك بها سوى 10% من أبناء الشعب العراقي، ولكن لو كانت هناك دولة معارضة لأمريكا لأقامت الدنيا وأقعدتها، لماذا لم يشترك في هذه الانتخابات على الأقل في نظر أمريكا 50%؟ ولكن في العراق تعمي بصيرتها ولا تتكلم بذلك باعتبارها راعية الديمقراطية، وهي من وضعت أسس هذه العملية السياسية البائسة. لماذا لذلك دكتور، لماذا برأيك اختارت أمريكا أن يكون في العراق مثل هذا النظام الذي من المفترض أنه يطبق الديمقراطية الأمريكية، ولكن نرى على العكس تماما، لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية، بل توجد فوضى خلاقة. لماذا أريد للعراق ذلك دونا عن غيره من الدول المجاورة؟ اختارت هذه الأحزاب وفق أسس دينية وطائفية، لأن هذه لها مرجعياتها، هذه الأحزاب والتي تحلل لها سرقة المال العام، وهم يقولون ذلك باعتبار المال العام مال سائب، لذلك من الحلال أن تتم سرقته، سواء هذه الأحزاب سنية أو شيعية. لذلك هم يقومون يتقاسمون هذه المغانم، وأمريكا اختارت هذه الأحزاب بالذات لأنها قادرة على نهش الجسد العراقي وتمزيق النسيج المجتمع العراقي على أسس ديني وأسس طائفي وأسس عرقي. لذلك هي تعلم بأن عبر هذه الأحزاب ستدير الأزمة وتدير الفوضى الخلاقة من خلالهم، ولن يمكن أبدا وفق ما وضعت من دستور أمريكا ووضعت فيه من ألغام، لا يمكن أن تقوم للعراق قائمة أبدا. وبذلك نحن الآن 21 سنة من عمر الاحتلال ومن عمر هذه الحكومات ذات التمييز الطائفي والديني، وهي تقف على أنقاض العراق وعلى تخريب العراق وعلى تدمير العراق وعلى التفريط بسيادة العراق والتفريط بأرض العراق والتفريط بساحل العراق، كل ذلك لأن هذه أمريكا تعلم بأن هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية، ويعملون لصالح أجندة خارجية. لذلك هي تعمدت أمريكا من أن تتحالف مع إيران العدو التاريخي للعراق، من أجل أن تنتقم إيران لهزائمها عبر 1400 عام. لذلك هم يتحدثون عن قضايا ليس للعراقيين بها دخل، إن كانوا سنة أو كانوا شيعة، ولكنهم يتحدثون بهذه العقلية المقيتة من أجل تمزيق النسيج المجتمعي العراقي، ومن أجل أن تبقى هذه الفوضى الخلاقة مستمرة، ومن أجل أن يبقى العراق فاشلا في كل قطاعاته ولا يستطيع التقدم أبدا، ويتحكم به مجموعة من اللصوص الذين لا يملكون أي رؤية لبناء العراق أو انتشال العراق مما هو فيه من واقع سيء. طيب اسمح لي أن أنتقل للدكتور حامد. دكتور يحيى، دكتور حامد، يعني أمريكا الولايات المتحدة لها جيش كبير وضخم وقادرة على حماية نفسها، هي لا تخاف من إيران الألعاب النارية التي ترميها على الجنود الأمريكيين، هذا منطق وواقع. ولكن المواطنون العراقيون المدنيون، سواء كانوا منتقدين أو غير منتقدين، يعني ماذا قدمت ما تسمى طبعا وفق النظام المحاصصي في العراق، لنسمي الأمور بمسمياتها، بغض النظر أنا لا أريد أن أسأل وأضمن سؤالي أشياء يعني
فيها عرق أو طائفة، ولكن كما هو معلوم الحكومات المتعاقبة لم تفعل خيرا قط لمحافظات الجنوب، وابن الجنوب يشهد بذلك. والدليل أن تظاهرات 2019 ثورة تشرين هي ثورة نستطيع أن نقول شيعية بامتياز، بعدما قمعت الثورة السنية في الغربية، ثورة شيعية طالبت بالعدالة وطالبت بالإنسانية وطالبت بحقوق الإنسان وطالبت بإسقاط النظام الفاشي، تمام، ولكن جوبهت بالحديد والنار. نأتي إلى سؤالنا، أمريكا التي تقول أنها مستهدفة من قبل إيران، هكذا تقول ونريد يعني وتريدنا أن نصدق. إيران الآن تقمع بالمواطنين العراقيين، الآن من الذي يحمي المواطنين العراقيين؟ هل هناك جهات فاعلة دولية للدفاع عنهم ضد قمع الميليشيات؟ الحقيقة بالإجابة على السؤال قبلها يعني أتطرق إلى فعلا مقولة مهمة جدا لثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر، اللي الحقيقة صاغ كثير من المؤامرات ومن الخطط، وهو صاحب كامب ديفيد، هو الحقيقة اللي يعني لخبط مثل ما يقولون وخلق فوضى في المنطقة العربية والإسلامية نتيجة سياسته اللي هو فعلا داعم للصهيونية أولا وأخيرا. يقول من مصلحة أمريكا أن لا تحل الأزمات، أي أزمة في العالم في أي مكان، لكن من صالحها ومن سياستها أن تتحكم، تمسك بخيوط هذه الأزمة أو تلك، هذه المشكلة أو تلك، وتتلاعب طبقا لمصالح الأمن القومي ومصالح أمريكا بصورة عامة. فلذلك واحدة من الأزمات اللي مر بها العراق الحقيقة هي من جزء من مؤامرة كبيرة، لذلك الشيعة ضحايا أيضا. احنا نرجع للجواب على سؤالك، أنه هل الشيعة مستفيدين كقطاعات واسعة الوسط والجنوب اللي هم ثاروا أكثر من مرة، ثاروا في البصرة وفي ذي قار وفي واسط وفي في بغداد، المناطق هاي الشيعية اللي يعني بها عشوائيات وبها فقر وبها كذا، من ثار من الشيعة؟ فقراء الشيعة ثاروا ضد من؟ ضد هذه الطغمة السياسية الفاسدة، الطبقة الطفيلية التي جاءت بها أمريكا وأنعشتها، هي اللي سبب لديمومتها واستدامة سلطتها، لأنه أمريكا تستفيد من طغمة سياسية صغيرة فاسدة أغدقت عليها الأموال وسمحت لها بالفساد والاستحواذ على كل ثروات البلد وترك الكادحين والفقراء والعاطلين عن العمل بوضع مزري صحياً اقتصادياً اجتماعياً تربوياً غيرها، لأنه أمريكا تستفيد من هذه العملية، هي وإيران لا يهمهم الآن الشعب العراقي يعيش غني أو يعيش فقير، ينتعش، من يحكم العراق لا يهم. حتى لو أنا أيضا معاك أتذكر دكتور سمير، نعم، قلت هذا الكلام، أمريكا وإيران لا يهمهم من يحكم العراق، حتى ولو جاءوا بعصابات جريمة منظمة، ليست ميليشيات وليست يعني مجموعة من الفاسدين أبدا، المهم بالنسبة لهم هي مصالحهم، مصلحة أمريكا أن يبقى الوضع على حاله في العراق متردي، لأنه هذا يخدم توسع الكيان الصهيوني، يخدم مصالح اقتصادية، هم يريدون الاقتصاد، يريدون العراق مصدر طاقة، العراق ثاني دولة في احتياطي النفط والغاز، لحد الآن احنا ما وصلنا إلى استكشافات ضخمة في المنطقة الغربية، في حتى في 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 يعني غير كركوك وغير البصرة، في مناطق مختلفة الحقيقة موجود كميات هائلة من البترول ومن الغاز، أمريكا تريد هذا الاحتياطي تحت سيطرتها، إيران تتناغم مع أمريكا لأنه أيضا فسحت في المجال أمريكا لإيران أن تتوسع بحجة ما يسمى تصدير الثورة الخمينية. هذا الوضع الحقيقي، ضحيته هو احنا الشعب العراقي كله، انا لا اقول فقط الشيعة فعلا ثاروا ثورة تشرين، من قدم 800 شهيد، ليس النظام بالتأكيد، واختراقات يعني أجهزة الأمن والمخابرات اخترقت من قبل الميليشيات ومن قبل الأمريكان ايضا،
يعني دولتين، وأنا أقولها بثقة عالية، دولتان لا تريدان انتصار الشعب العراقي وإحداث بديل وطني عراقي، هم أمريكا وإيران لا يريدان على الأطلاق أن يتغير هذا الوضع، لأن هذا النظام هم صنعوه بأيديهم، هم جاءوا به، لذلك هم يريدون الإبقاء على هذا النظام، نظام محاصصة مقيتة وطغمة فاسدة اعتاشت على ثروات البلد، واعتاشت أيضا على دعم خارجي أمريكي إيراني، هذا هو سبب الديمومة. لذلك نحن الحقيقة نواجه كشعب عراقي وكثورة، ثورة تحرر وطني عراقية، نواجه أعداء كثر ليس فقط في الداخل وإنما في الخارج، وخصوصا بالنسبة للمصالح الغربية العنصرية تقودها أمريكا، حلف الناتو، ونشوف أيضا يعني هذه المؤتمرات اللي تعتبر على أساس أنه شعارها هو إعادة إعمار العراق، مثل مؤتمر بغداد برعاية ماكرون الرئيس الفرنسي وغيره وإشراف أمريكي، هذا كله نحن كذب. نسمع بإعادة إعمار العراق منذ عام 2002. نعم، لم يحدث شيء دكتور منذ سمير، 2002 نحن نسمع نتابع، بإعادة إعمار العراق. دمروا للعراق، دمروه وسرقوا ثروة، وايضا ليس فقط هذا، ازيد لك في الشعر بيتا مهم جدا، هذا هو حولوا العراق الى فعلا الى دولة طاردة لكفاءاته، نعم هذه نقطة مهمة. الان الكفاءات العراقية الحقيقية التي تتمتع بخبرة وبمؤهلات لإعادة الإعمار أخرجوها، إن لم يكن همشوها في الداخل فطردوها، وإحنا أنا المتحدث أمامك الآن محكوم علي بالغيابي، وحضرتك تعرف يمكن نعم لماذا، صح، لأنه لا يريدوني أن أرجع للعراق، لا يريدوني هذه أن أعني. نقطة مهمة دكتور، اسمح لي فقط أن أشكرك طبعا، واسمح لي أن أنتقل من هذه النقطة المهمة. الكفاءات العراقية التي سبق وأن أعادت بناء العراق في غضون شهرين بعد حرب 91، والتاريخ يشهد والعالم يشهد أن العراق فيه من الكفاءات العظيمة ما ممكن أن يعتمد عليها في بناء دول، والأمثلة كثيرة. العقل العراقي عقل رقم واحد على مستوى العالم، يمتاز العراقي بالذكاء في جميع المستويات وجميع التخصصات والمهارات. دكتور يحيى السنبل، يعني بما أن العراق يمر بمرحلة من الفوضى العارمة منذ 2003 وحتى الآن، تهجير، نزوح، مخيمات نزوح، أصبح العراق فيه قضية مثل قضايا الفلسطينيين، أعانهم الله وفرج الله كروبهم، ملف النازحين، يعني أصبحنا فلسطين ثانية، يعني المواطن العراقي مهان في بلده، الشاب العراقي قمة طموحه أن يهرب من أرض العراق ليجد هناك في أرض المهجر ما يؤمن له حقوقه الإنسانية كإنسان. من الذي يحمي العراقيين إذا كانت الميليشيات يعني تقهرهم وتعتقلهم وتبطش بهم؟ هل هناك جهات دولية ممكن أن تقدم المساعدة للعراقيين، أن تقدم شيئا على أرض الواقع؟ وأنتم دكتور يعني عضو في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، يعني هل من جهات ممكن أن تنقذ العراقيين من بطش الميليشيات؟ أنا أعتقد بأن الدول الغربية أكثر ما تقدمه هو استضافة أو حق اللجوء للعراقيين إذا قدموا للخروج من بلدهم. أما ما يجري في العراق هو مخطط دولي كبير استحضرت فيه أمريكا كل عوامل الحقد والثأر والانتقام، وقد شاركت معها كل الحاقدين والمستعمرين على العراق والطامعين بخيراته والذين يريدون أخذ الثأر من شعبه ومن أرضه ومن تاريخه وحتى من حضارته. لذلك هم عمدوا على تدمير المتاحف، وعمدوا على تزوير الحقائق، وعمدوا على استهداف القوة الصلبة
للعراق التي بنت العراق بشكل حقيقي، وهم العراقيين الوطنيين من كل الفئات ومن كل القوميات ومن كل الاتجاهات، ولكن صبوا جام غضبهم على المكون الأكبر وهم العرب السنة، الذي قالت الأمم المتحدة في انتخابات 2005 بأن العراقيين جميعهم شاركوا بالانتخابات باستثناء 41%، يعني كانت نسبة المشاركة 59%. لذلك العرب السنة يواجهون حقيقة معضلة كبيرة، إضافة إلى بقية الأديان الأخرى، المسيحيين والصابئة والأيزيديين والكاكائيين والذين استولوا على دورهم وممتلكاتهم وهجروا. لذلك أمريكا تتفرج على هذه الحالة حقيقة، لأنها تريد التدمير للعراق وتريد إهانة العراق وتريد مسح هوية العراق. لذلك العراقي ليس له من طريق إلا الطريق الذي اختاره الفلسطينيين، لأن العراقيين والفلسطينيين حالة واحدة وموقف واحد. ما جرى على الفلسطينيين من 48 ولحد حرب غزة هو ما جرى على العراقيين في 21 عام من عمليات تدمير ممنهجة للمدن وقتل الملايين وفضيحة أبو غريب ليست ببعيد. ما جرى، ما قام به هذا المحتل الأمريكي الغاشم، وما قامت به الميليشيات مسالخ صولاغ ودرير صولاغ وإجرام إيران بحق الوطنيين وقتل الطيارين وقتل الكفاءات وطردهم، كل ذلك هو مستحضر. لذلك نعم، العراقي الآن يواجه ما يواجهه الفلسطيني في مخيمات النزوح، والآن تتبجح الحكومة تريد أن تغلق مخيمات النزوح. أين يذهب؟ أين يذهبون أبناء مدينة جرف الصخر؟ أين يذهبون أبناء مدينة العوجة؟ أين يذهبون أبناء مدينة عكاشات؟ أين يذهبون أبناء ديالة؟ 70 قرية من ديالة هجروا أهلها، بالإضافة إلى مئات الآلاف. ديالة 85% من هجر من شعبها مهجر، صلاح الدين، يثرب وغيرها. كيف يتم إغلاق ملفات النزوح وهو العراقي لا يملك؟ بل هناك عمليات التعويض التي جرت على المدن التي دمرت في الأنبار ونينوى وغيرها، وخصوصا في الأنبار، أن عضو مجلس محافظة بيته 200 متر يأخذ تعويض 600 مليون دينار، والآخر بيته 600 متر يعطى تعويض 60 مليون دينار ويستلم 30 مليون ويوقع أنه استلم 60. وأنا أقولها وأتحداهم لكل هؤلاء المواطنين أنهم سرقوا منهم نصف المبلغ، ليحقق بذلك رئيس الوزراء وذاك الفاسد الذي كان رئيس مجلس النواب وغيرهم وغيرهم من الفاسدين الذين تراقصوا على مآسي أهل العراق. وأبناء الموصل الذين دمرت مدينتهم، الآن الأغلبية يعيشون في إقليم كردستان، أين يذهبون؟ ولا تعويض للجانب الأيمن. أبناء سنجار من اليزيديين والعرب وغيرهم، أين يذهبون؟ أي كيف يغلق ملف النزوح؟ نعم، ما يجري على العراقيين من مآسي تحت رعاية أمريكية وأممية، هذه المرتشية والفاسدة التي خلدت في العراق من جراء سرقاتها ونهبها، والرشا التي تحصل عليها من الأحزاب الفاسدة لتكتب التقارير الكاذبة عن الوضع والديمقراطية في العراق. هذا هو حال العراق اليوم. العراقي لا يختلف عن الفلسطيني، بل ربما الفلسطيني قد استمرأ ما جرى عليه منذ عام 48 ووطن نفسه خارج فلسطين، لكن العراقي ما زال يئن تحت هؤلاء الجراح، وبالإضافة إلى قيام هذه الأحزاب القذرة بإدخال منظمات الإرهاب والجريمة المنظمة إلى العراق والاتفاق معهم من أجل التنكيل بكل وطني وبكل شريف وبالمدن والمحافظات التي وقفت بوجه الاحتلال. ويتحدثون اليوم عن المقاومة، يتحدثون اليوم أنهم يناصرون غزة، كل ذلك هو ضمن اتفاق أمريكي بعيد، بمعنى أن يقال بأن إيران الآن تملك هي أوراق المقاومة
وإن السنة الذين أو العرب السنة الذين قاوموا وقدموا الدماء هم مجرد منظمات إرهابية. هذا ما يريده الأمريكان وتريده هذه الحملات الخسيسة والمأجورة من قبل أمريكا ودول الغرب، ولكن هذه لا تنطلي على الأجيال ولا تنطلي حتى على المجتمع سواء في أوروبا أو أمريكا وغيرها، لأنهم يعلمون من هم المقاومين الحقيقيين ومن هم الذين يقفون بوجه هذه المشاريع التي تريد تدمير المنطقة ومحو هويتها ومحو إرادة شعوبها. نعم، شكرا دكتور يحيى السنبل. دكتور حامد الصراف، في دقيقتين أو 3 دقائق، هل العراق يسير الآن إلى الدكتاتورية بشكل مباشر في ضوء عمليات البطش والتنكيل وتكميم الأفواه والتي شاهدناها في عام يعني منذ عام 2003 وحتى 2019 حتى انفجر الشارع العراقي ضد عمليات البطش هذه؟ هل يسير العراق إلى الدكتاتورية من جديد بعدما قبل 2019؟ على حرية التعبير والإعلام والنقد الموجه لهذه الطغمة الفاسدة ونظام المحاصصة المقيتة وللفاسدين بشكل أحيانا شخصي، هذا طبعا المؤشر ليس بجديد، لكن استفحل في الآونة الأخيرة لسبب جدا واضح الآن، هو أنه الأخطاء بدأت تتراكم وردة فعل العراقيين بدأت الآن تتجلى بطريقة مختلفة. يعني هناك الحقيقة فضح واضح لكل مكامن الفساد وحيتان الفساد، وهناك أيضا صراع فيما بينهم على يعني ما نسميه إحنا الثروات، يعني الغنائم. هذه طبعا مؤشر ليس على قوة هذا النظام، هذا بالعكس هناك مؤشر على ضعف هذا النظام لما يذهب بعيدا إلى القمع وإلى التضييق الحريات، معناها أنه ضاق ذرعا في بالمعارضة العراقية التي ترفض النظام السياسي برمته وترفض طبعا الاحتلال الأمريكي وحلف الناتو الغاشم والنفوذ الإيراني الولائي والميليشيات. لذلك هناك رغبة عند العراقيين الآن واضحة، أيضا تغلبهم على الطائفية بشكل أيضا ملموس، لذلك الآن يتأملون أن يكون هناك فعلا بديل وطني عراقي وطني حقيقي، ليس بالشعارات وإنما بالفعل، أولا بطرد كل الاحتلالات كل المحتلين والغزاة الطامعين من الأرض العراقية بثورة عراقية، أنا أسميها ثورة عراقية كبرى، ثورة اجتماعية. نعم. تخرج هؤلاء وتطيح بالنظام العميل هذا وتحاكمه، يجب أن محاكمة هذه الطغمة الفاسدة التي جاءت بها كل من أمريكا وإيران على ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب العراقي من قتل وتصفية وقتل على الهوية وطائفية وسرقة ثروات واستباحة كل شيء الحقيقة والتفريط بالسيادة الوطنية. هذه الحقيقة يجب أن تكون فعلا واحدة من مقومات نجاح الحكم الوطني أو البديل الوطني الشرعي اللي يكون على أنقاض هذا النظام. شكرا جزيلا دكتور حامد أصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. ضيوف الكرام في هذه الحلقة، مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.